السلام عليكم متابعين مطبخ. هلا اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة مع وصفات جديدة معي أنا الشيف عماد أبو شقرة. رمضان كريم على جميع المتابعين. اليوم عندنا شوي وصفات سهلة وغريبة بنفس الوقت، وسهلة تنعمل بالبيت وتتقدم برمضان لوجبات اللي هي شهية. عندنا اليوم نعمل سلطتين فواكه بحر، بس سلطتين فواكه بحر اليوم نعملني شوي على طريقتي أنا، اللي أنا شوي دمجت المغربي مع الشرقي مع الآسياتي مع كل هاي المطابخ، جمعتهن مع بعض عشان يطلع لنا نكهات جديدة. عند أول سلطة اليوم هي سلطة الجمبري الكريدس، مع نعملها مع زبدة التوت والريحان والكاشو والفستق حلبي والزبيب أحمر والزبيب عادي. عندي بدي أضيف لها برضو كمان شومر. في عندي كمان سلطة نعملها سلطة الصدف مع زبدة الأناناس مع شوية حامض مع الحلبينيو والريحان. خلينا نبلش. أول إشي نبلش بسلطة الكريديز اللي هو الجمبري. طبعا أنا بحب أستعمل دائما بحب أستعمل المواد تبعات سولتم. عندي هاي اللي أنا بحب أحرك فيها جدا منيحة بتلزكش ولا إشي. وعندي هون برضو هاي اللي بدي أعمل فيها السلطة برضو من سولتم. عندي سكينة سولتم وعندي مفرمة سولتم. خلينا نبلش بالكريديس. خلينا نجيب التوت أول إشي من كيم كما تبع بهاي الطريقة، نكيم من هنا نكسمه. بدي اياه انا لمربعات بهاي الطريقة. بهاي الطريقة نقسمهن لمكعبات صغيرة عنا بهاي الطريقة. هنا نجيب لنا كمان حبة من كيم الشرج تبعها. في عنا عدة طرق طبعا، مثل ما نقسم البندورة بنقدر نقسم التوت لمربعات بهاي الطريقة. في عنا عدة طرق عنا هيك. في عندي كمان هاي الطريقة. يوف هاي التوت عندنا هون. احنا المكونات طبعا نبلش نجهز المكونات مشان نبلش نعملها مع بعض. حلو، انا هون عندي التوت هيك جاهز. بجيب البرتقال بكسه بهاي الطريقة للنص. بدي استعمل للعصير نعصرها مع الزبدة هاي. بدي استعمل شوية مكعبات بهاي الطريقة طبعا من كيم اللبة. بدي استعمل انا شوية مش كثير برتقال، هاي نخليها على جنب نستعملها مزتش اشي. من كيم بهاي الطريقة اللبي نخليها بالضبط هيك نظيفة. في عدة طرق اللي نقدر نعمل البرتقال بدون اللب تبعه، نقسمه بهاي الطريقة هيك. هون عندي صار التوت والبرتقال. بدنا الريحان بالضبط، ريحان بدي انا بهاي الطريقة، يعني بديش اكثر من هيك. عندي واحد بكفي، بدنا نلفه بهيك. طبعا الريحان لما يتكسم نمرك عليه مرة واحدة، اذا نمرك عليه اكثر من مرة بصير لونه اسود معنا. هذي بهاي الطريقة بدنا الريحان. طبعا الريحان بحطه لحال على بعض لحاله هون هيك بهاي الطريقة. بنفع
أضيف معاها الروزمارين بس بديش أكثر بالضبط. بدي أحط وركتين روزمارين مش أكثر، ثلاث وركات عندي. طبعا الكاشيو، الزبيب بدنا، والفستق حلبي برضه بدنا نضيف عليها. اسم نورجيكو. بس بدنا نبلش نجهز بالجمبري الكريديس. طبعا انا بدي اعمل له فتح بهالشكل اللي مش على الاخر، يفتح معي هيك. طريقه الطبيخ تفتح معنا، بتصير معنا اشي حلو. انا بديش اكيم الكشري تبعته بالعماده الذنبي تبعته عشان يكون عندي منظر حلو لما اجي اقدم الطبق السلطه هاي. نعمل بهاي الطريقه، هاي كميه كافيه. طيب اسم نبلش نحضر بالسلطه. نحضر سلطه الجمبري على الكريديس، نرجع نحضر سلطه الصدف مع الاناناس. الشومر بدناش اياه مكعبات، بدنا اياه بهي الطريقه. هيك عندنا جاهز. بدنا ربع مكعب زبده مع شويه زيت الزيتون بهي الطريقه. لما يبلش عندنا هذا الصوت يطلع بننزل قبل كل شيء الكاشيو. هاي الصورة. ننزل فزك الحلبي. نعصر البرتقال. بهاي الطريقة ماشي. نكثر كثير مشان يطلعش معنا طعم حامض. نخلطهم منيح منيح مع بعض. ايوه لما يوصل عندي هيك نخفف شوي النار. طبعا نضيف اسا الشومر. حرك منيح بهي الصورة. ننزل برتقال والتوت معنا بهاي الطريقة. ما ننسى الريحان والروزمارين، نحركهم مع بعض بهاي الصورة. لما احنا دمجنا كل هاي الاشياء نضيف كمان ربع مكعب زبدة عليها بهاي الطريقة. نقسمهم عشان برضو يمسك البرتقال، يمسك مع الزبدة منيح. ولازم نضلنا نحرك. حلو ممتاز. لما احنا وصلنا لهاي الاندماج مع بعض جميعهم، ننزل الجمبري او الكريديس بهاي الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونخلطهم مع بعض.
بقى ما وصلنا لهم نضيف كمان عصرة برتقال. انا بحب اعصر بهاي الطريقة بايدي، من بحب انزل برضو طعم اللبة تبعت البرتقال، بعطيني برضو كمان نكهة لإلها بهاي الطريقة. ومنحرك منيح مع بعض. طيب كيف بلش الجمبري يعطيني هاي الصورة اللي انا بدي اياها. طبعا هون بقى عندنا شوي وبتجهز السلطة، هنا السلطة الاولى ما عم تجهز، بدي اضيف عليها الزبيب الاحمر والزبيب العادي. هاي الكمية الاحمر، هاي كمية الزبيب العادي. ونخلط. طبعا بتستعمل كريدس الكبير، بستعمل طبعا كمية اقل. انا بعمل استعملت هيك مشان الكريدس يكون ظاهر معنا السلطة. نعطيها على النار على نار هادية، نعطيها 10 دقائق تصفى الصوص مع الكريدس. احنا بدنا هسا نبلش بسلطة الصدف مع زبدة الاناناس والحلبينيو. قبل ما تكون عندنا سلطة الجمبري والكريدس جاهزة خلينا نبلش. بدنا طبعا الاناناس، انا بديش اكيم الورق تبعها من فوق بعمادة نتخليها مشان نعمل منظر حلو للتقديم. نبدأ بهاي الطريقة، شايفين كيف بهاي الطريقة. خلينا نبلش نقسم هيك. يوفي، انا بدي اعمل عندي حز بالنص للاناناس. هاي عندنا هيك احنا وجهتين اناناس، بدنا نستعمل طبعا بس واحدة. نبلش نقسم، انا بدي اكيم اللي موجود جوا الاناناس من جوا، بدي استعمل الجوا بهاي الطريقة. حتى السكاكين سلطم للتقسيم من جوا داخلي بجننن، تمشي معك بالحلاوة. فيش حاجة انك تستعمل عدة كمان اشياء. يوفي، هاي عنا احنا اخذنا اللي بدنا اياه من الاناناس، طبعا بننظفها بهاي الطريقة. نظل نستعمل، بدي اعمل انا هون يوفي، بحاول استعمل كل اللي عندي بقدر استعمله من هون من جوا من الاناناس مع المية تبعتها. طبعا بيطلع عندي صوص خرافي. يا تستعملوها بهاي الطريقة، كموها بهاي الطريقة. بدنا نخلي هاي زي ما اتفقنا، بدناش نزيدها، بنستعملها لأشياء. نبلش نقسم الأناناس بهاي الطريقة. بدنا اياه مكعبات. مكعبات بهاي الطريقة. يوفي. حطوا هيك. طبعا بستعمل كل الاناناس اللي طلعت من جوا بهاي الطريقة. يوفي،
بدنا السامي عند السامي الحلبينيو الاخضر والحلبينيو الاحمر. طبعا مش كلها تروح استعمله، راح اقيم بهاي الطريقه من الاخضر، بهاي الطريقه بدي اشرائح بهاي الطريقه بالضبط لحد النص هنا. نفس الاشي نبدا بالاحمر بهاي الطريقه. يوفي بدي استعمل كمان الريحان، بدنا شوية طبعا زي ما اتفقنا بالسلطة الاولى انه الريحان نمرك عليه ماركة واحدة مشان ما تلاقيش معنا لون اسود، ظل فريش زي ما هو. طبعا ننفع نزيد زي كل مرة زي ما احنا تخرفنا، بحب استعمل انا الروزماري مع السلطة خاصة السلطة المطبوخة، بحب استعمل معها الروزماري بيعطينا النكهة اللي بدنا اياها. خلينا نبلش نحضر في السلطة. طبعا بستعمل الطنجرة هاي السلطة، هاي انا بستعملها لهاي السلطة خاصة لانه بتعطيني الطعم اللي انا بدي اياه، كل التدخين بيطلع من فوق منزل كلب الطنجرة بدنا نطبخ فيها السلطة. يلا خلينا نبلش. ننزل نص مكعب زبدة، مع شوية زيت زيتون بهي الطريقة، معلقتين صغار بيجن مع بعض بهي الطريقة. بعد ما وصلنا لهي النتيجة بننزل شرائح الأناناس، مشان يعطينا طعمة الزبدة مع الأناناس بهي الطريقة. نضيف معهن شرائح الحلبينيو، نحرك مع بعض طلع عندنا طعم دمار مع الأناناس مع الحلبينيو، طلع معنا طعم حلو وحار نفس الوقت، هذا الطعم جنن مع الصدف خاصة. نضيف الكاشيو، نحرك منيح نضيف الريحان مع الروزمارين. نضيف عصرة صغيرة ليمون. نحركهن. هاي الريحة اللي أنا بدي أوصل لإلها، اللي أنا بدي إياها. ونضيف الصدف. نحركهم بهاي الطريقة، مسفتين من جميع مع بعض. طبعا الصدف هي طريقة طبخه طريقة جدا سهلة وسريعة، يعني فيش حاجة لا لكلي ولا لغليان، ينفع تغلوه قبل الوقت. هون انا نكعته الصراحة انا في مي، نكعته بمية حوالي نصف ساعة. انا هون بقدر اغطيه، لا بضيف له لا اضافات لا مي ولا ماركة سمك ولا اشي.
هاي السلطة هسا نغطيها بهاي الطريقة، بنعطيها حركة ربع ساعة، بنوطي النار تحتها شوي، بنعطيها لحالة الطبخ. هاي اليوم كانت سلطاتنا لليوم طريقة عربية غربية. نتمنى لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، ما شاء الله يا ربي كل سنة وانتم سالمين، وينعاد علينا كل سنة خير وصحة وسلامة لجميع الأهل، لجميع الأصدقاء، لجميع المتابعين مطبخ هلا. دمتم بخير، شكرا لكم من الشيف عماد أبو شكرة، صحتنا وعافية.